بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يحييكم جميعا، وإحنا إن شاء الله الآن بنحاول أي إضافة، بنحاول يكون غياث معنا إرسال دعوة. هاي انا بعث لك دعوه يا غياث. الله يحييكم جميعا ويا مرحبا فيكم في هذا البث المشترك. ومنقول بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. عندي بعض النقاط اليوم حاب أثيرها معكم في هذا البث عشان إحنا نكون جميعا على بينة. وبرحب بأبو فيصل غياث. السلام عليكم جميعا. معنوية عالية إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. امين. والهمه الهمه بالعلالي. طيب اظن صوتك واضح عند الاخوه اللي بيسمعونا الان. ان شاء الله صوت غياث واضح عندكم. السلام عليكم جميعا، الله يمسيكم بالخير يا رب. يا مرحبا. ونقول لك طبعا احنا بكره ان شاء الله راح يكون الاقتراع ان شاء الله، فاحنا من الليله انت والفريق اللي معك، الشباب اللي كانوا معك والخوات اللي كانوا ايضا معك، بنقول لكم الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك على يا رب. الجهد اللي انبذل وعلى الترتيب وعلى التنسيق وايضا على اللقاءات اللي انعملت. وانا كمان في بدايه البث اليوم بدي اوجه الشكر الى كل اللي استجابوا الى الدعوات اللي وجهناها لهم بحضور المهرجانات، سواء كان المهرجان الأكبر اللي حضروه فرقة أبو الشعر، ومنوجه أيضا تحية لأخواننا في فرقة أبو شعر اللي جاءونا من القاهرة وأكرمونا بزيارتهم، فشكرا لكل من حضر. وأيضا بدنا نشكر معالي وزير الداخلية ووزارة الداخلية والجهات الأمنية وعلى رأسهم طبعا جهاز المخابرات العامة والأمن العام اللي سهلوا لنا موضوع الفيز واستعجلوا فيها من أجل فرقة أبو الشعر تكون موجودة، لجهاز أمن عام اللي كان نظم السير، كل الجهات اللي ساعدت، سواء ساعدت يعني حملتنا أو ساعدت الحملات الأخرى وكانوا متواجدين، فهذول لهم طبعا كل الشكر وجزاهم الله عنا خير الجزاء. وايضا نشكر كل اللي كانوا حاضرين في المهرجانات الاخرى اللي تمت في موعد ذلك. انا في عندي كم نقطه حاب احكي فيها في موضوع الانتخابات. النقطه الاولى في موضوع الانتخابات، ماذا يعني انتخاب؟ وانا لما بنتخب واحد شو معناه؟ لما انا بنتخب انسان لها معنيين شرعا، انا بتكلم في مجال الشرع. المعنى الاول انه وكيل، هذا صار وكيلي أنا بقولة وبقولة لا، بقولة أوافق وبقولة لا أوافق، بقولة أمنح الثقة أو أحجب الثقة. لما أقول ثقة ونص أو ثقتين ونص ولا أقول أحجب الثقة، هو وكيل عني. فالآن هذا الوكيل أنا أمام الله محاسب على أفعاله ومحاسب أمام الله عز وجل على مواقفه، لأن أنا هذا وكيل إلي. يعني زي ما اكون انا صاحب محل وحاط في عندي وكيل يشتغل في المحل، يمكن يربح المحل يمكن يخسر، بالنهايه علي انا. فاولا النيابه التصويت يعني هي في البدايه توكيل، وانا شريك مع من وكلته وارتضيته، شريك معه في اقواله واعماله المتعلقه بمجلس النواب، هذا واحد، اذا هو وكيل. النقطة الثانية، الانتخاب شهادة، فأنا قاعد أشهد أنه
فلان من الناس مزكى، وربنا سبحانه وتعالى يقول ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. فأنا لما بشهد لفلان وبعطيه صوتي إذا أشهد له أنه كفاءة يبرئ ذمتي أمام الله عز وجل. فأنت بتشهد لمين والشهادة راح تنكتب عند الله عز وجل. النقطة الثالثة أنه أنا بحث إخواني على الانتخاب. يعني أعطيكم مثال، الدورة الماضية الدائرة الأولى كان فيها 480 ألف مرشح، 480 ألف ناخب، اللي انتخب منهم ما وصلوش 80 ألف. طيب والناس الثانية وين؟ قال لك الناس الثانية ما لناش علاقة. طيب ولا تكتموا الشهادة، ما هو أنت الآن، طبعا أنا مش بعطيك حكم شرعي في هذه النقطة، ما هو ربنا حثنا على أداء الشهادة. فأنا لما أنام وأترك الآخرين يشهدوا لبعضهم البعض وأنا أظلني نايم وما أطلع، ويأتي إنسان بكرة يتحكم في مستقبلي ومستقبل أولادي ومستقبل ميزانية الدولة ويتحكم في قراراتها وأنا كنت ساكت، طب هو أنا تخاذلت. ولما أنا تخاذلت عن أداء الشهادة والانتخاب راح تيجي النتائج غير مرضية. فأنا هاي نصيحة لإخواني كلهم، بطلب من كل إخواننا في كل دوائر المملكة أن نتوجه إلى صناديق الاقتراع حتى أعطي شهادتي، حتى أعطي وكالتي، حتى ما أكون من الذين كتموا الشهادة، وبالتالي سكوتي عن أداء هذه الشهادة سيؤدي إلى وصول أشخاص لا إحنا بنرضاهم ولا الدين برضاهم أن يصلوا إلى صنع القرار، وهم غير أكفياء لصناعة القرار أو غير أكفياء لاتخاذ القرار أو يكونوا أصحاب تصويت. فنصيحة لإخوتي كلكم إنه بكرة إن شاء الله نتوجه إلى صناديق الاقتراع، وربي سبحانه وتعالى يقدركم على كل خير. أنا اليوم حبيت أستضيف غياث أبو فيصل، الله يحييك أبو فيصل، والناس يا أبو فيصل حابة تسمع منك ليلة الانتخابات. يا رب يا رب. فيا أبو فيصل الله يرضى عليك. نعم سيدي. يعني أول شيء أنا بدنا منك عهد ووعد. نعم. إذا الله عز وجل وصلك ونولك ما تطمح وما تسعى له، نريد منك أنت عهد ووعد أن لا توافق على شيء يخالف مصلحة وطنك ومصلحة اللي انتخبوك. نعم. فهل أنت موافق على طبعًا. هذا الشرط طبعًا. وهذا الطلب؟ طبعا سيدي. أيوة. وخلينا نسمع منك. الله يمسيكم بالخير جميعا. يا مرحبا. احنا عشان تكون الأمور واضحة، ليلة الانتخابات بيصير في أي واحد بده ينزل الانتخابات حتى اللي حواليك بتشوف بأنه في شيء من التوتر، بيكون في شيء من الحماس اللي جواتك، وبتكون يعني بتتمنى لو الوقت يكون أسرع من هيك بكثير. لكن اليوم كان في عنا إحنا اجتماع مع المناديب والمتطوعين اللي موجودين معانا إن شاء الله بكرة في المدارس. أول كلمة كانت إنه إحنا هدفنا مش مجلس النواب، إحنا هدفنا بشيء ثاني تماماً. فهم استغربوا من هذا الكلام. الهدف بأنه في فكرة نخدمها، في فكرة نوصلها. وأنا دائماً بآمن بأنه الأشخاص بتتغير والناس بتروح وبتيجي، ولكن اللي بيخدم فكرة واللي بيخدم منهج واللي بيخدم طريق معين هذا باقي. لأنه لو اليوم وأنا بعد انبسط فيها طبعاً، وهذا وسام بأنه الشباب اليوم بتقول لك أنت صوتنا، اليوم مبسوطين بأنه والله في شاب بده يكون، ولكن غياث بيروح وبيجي ألف غياث، لأنه إحنا بنخدم فكرة، والفكرة هو تمكين الشباب، والفكرة بأنه يكون الشباب اليوم لهم صوت، اليوم يكون في واحد بيحكي باسم الشباب، اليوم يكون للشباب دور بالرقابة وبالتشريع وبالخدمات وبتقديم المساعدات
وانه يكون هم لهم دور فعال في خدمه دينهم وفي خدمه بلدهم. فاحنا بنخدم فكره، فانا ما عندي خوف من موضوع النتيجه، لانه انا بالنسبه لي الفكره وصلت والرساله وصلت، فبنقول الحمد لله رب العالمين. الان في النتائج، موضوع الانتخابات، بنقول ان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق ويكتب لنا الخير. لكن احنا من البدايه هدفنا بانه احنا نخدم بلدنا ونخدم ديننا ونوصل الرساله. يعني السؤال سؤال سؤال، لا بدي ارجع نقطه. نعم دقيقه، في صوت طالع عندك. انت الان بتقول انا ما عندي خوف من النتائج. لا ما يعني عاده اللي بيكون مرشح بيكون متوتر ليله الانتخاب. انا شايف وجهك مفتح. انا احكي لك شغله. كيف يعني انت ما عندك، كيف يعني انت ما عندك مشكله في مساله النتائج؟ هات فهمني هاي. انا احكي لك شغله سيدي، احنا الحمد لله رب العالمين. اول شيء، وهذا بحكي للناس يعني، بانه الحمد لله رب العالمين، انا تربيت على ايد والدي الدكتور محمد نوح، وتربيت على ايد جدي الشيخ نوح الله يرحمه. واحنا مؤمنين بانه احنا بناخذ بالاسباب والباقي عند ربنا، واحنا بنعرف بانه النتيجه هي عند ربنا. انا باخذ بالاسباب، انا سويت مهرجاني، انا زرت الناس، انا اطلقت الشعارات، اجتمعت مع الناس، رتبنا امورنا، هذا كلياته على عين وراس. ولكن بالنهايه النتائج هي عند ربنا. انا بالنسبه لي سويت اللي علي، ولكن النتيجه عند ربنا. اذا ربنا كاتب لي فانا راضي، وربنا اذا ما كتب لي اياها فانا راضي. وانا اليوم وبكره وبعد 100 سنه راح اظلني بخدمه ديني وبخدمه بلدي وبخدمه الناس اللي كانت حوالي. فالحمد لله رب العالمين. فكرة النتائج مش هو همي بصراحة. طيب سؤال ثاني، معلش يعني أنا بدي أكون اليوم محاور. نعم. عاد وقعت في وقعة. خلال فترة العمل بالجمعية. نعم. ما كان تركيز الجمعية مثلاً على الدائرة الثالثة اللي أنت نزلت فيه؟ لا يعني انت ما كنت مركز. الدائره الثالثه يعني ما كان فيها تركيز مثل بقيه مناطق المملكه، فاللي حسيته ان انت ما استخدمت الجمعيه. يعني عاده الناس بيعطوا السبت عشان يقبض الاحد. نعم. فانت ما سويت الطريقه هاي. في شغلتين مهمات، وهي رساله دائما بحكيها، اللي بنظر إليك بخمسين دينار ومئة دينار، واللي بنظر إليك بطرد، واللي بنظر إليك بكيس رز وكيس سكر، هذا بنظر إليك على إنك أنت سلعة تباع وتشترى. هذا مش موجود، هذا الكلام إحنا ما بنرضاه. الشغلة الثانية، جمعية الشيخ نوح تحمل اسم شخص، مش بخص زياد بس، بخص كل إنسان موجود على أرض المملكة. هو عارف شو الشيخ نوح الله يرحمه. فأنا اليوم ما بقدر أجي أقول والله جمعية الشيخ نوح بدك تعاونيني عشان أنا أوصل لغاية أو أوصل لأي مكان. جمعية الشيخ نوح تخدم كل واحد موجود في مملكتنا. جمعية الشيخ نوح زارت أماكن ما في جمعيات زارتها، وهذا الحمد لله رب العالمين بشهادة الجميع. 10 سنوات وإحنا في خدمة الجمعية الشيخ نوح. الجمعية الشيخ نوح عمرها ما كانت هي فقط لمنطقة معينة أو لمحافظة معينة أو لفئة الناس معينين، أبداً. جمعية الشيخ نوح هي لكل المحافظات ولخدمة كل الناس. أي واحد بيقدر يروح جمعية الشيخ نوح ويروح يقدم فيها معاملته والأمور طيبة، إذا كانت أموره أوراقه قانونية وإذا كان فعلا هو إنسان مستحق. وإحنا في جمعية الشيخ نوح بنعرف بأنه هذا مكان، أنا مش صاحب المكان، أنا مؤتمن على المكان. فمعاذ الله انه والله يجي واحد منا ولا واحد من الشباب الموجودين ولا واحد من الموظفين انه ينظر لجمعيه الشيخ نوح على انه هي وسيله لعشان انا اقدر اوصل اي مكان، ابدا. الشغله الثانيه وهي المهمه، انه سيدي احنا شغله الانتخابات متى اجت؟ وانت على اطلاع، انا متى قررت انزل على الانتخابات؟ الانتخابات اجت بفكره مفاجئه، بانه شو رايك تنزل انتخابات؟ يلا ننزل انتخابات، ولا احنا بالانتخابات قاعدين بالدائره الثالثه. يعني ما كان في ترتيب مسبق انه والله بدنا ننزل احنا على الانتخابات، هذا الكلام ما كان موجود. هذا الكلام ما كان موجود، كان الترتيب فجاه اجى قبل بشهر بانه احنا والله ننزل انتخابات، وننزل يلا على الدائره الثالثه. وفي ناس تساءلت بانه انت ليش نزلت على الدائره الثالثه؟ الدائره الثالثه، وهذا ما هو لما يكون في منهج معين انت بتشتغل فيه بحياتك بتكون تتبعه بكل الطرق اللي انت بتمشي فيها.
نظرتي للدائرة الثالثة بأنه هي مكان موجود على وطني وعلى بلدي اللي هو الأردن. وأنا دائماً بقول بأنه إحنا الواحد صح بيفتخر بنسبه وبيفتخر بعشيرته، لكن أنا ابن كل عشيرة موجودة في المملكة وأنا ابن البلد. فأي مكان أنت ممكن تروح تنزل، أنا ما بحكي عن نجاح ورسوب، أنا قاعد بحكي وين أنت ممكن تنزل. فلا، الدائرة الثالثة ما كان في ترتيب مسبق لموضوع أنك أنت تنزل على انتخابات فيها. فالحمد لله رب العالمين أجت تيسير أنه يلا ننزل على الدائرة الثالثة، كان الترتيب أنه على الدائرة الثالثة، والحمد لله رب العالمين إن شاء الله همتنا عالية وإن شاء الله رسالتنا أنها بتوصل، وربنا يكتب لنا كل التوفيق يا رب. إن شاء الله ربنا بكتب لك التوفيق. آمين. طيب يعني أنا حاب أظل أحاورك باسم ال أنت لما كنت تروح تجتمع مع مع الناس بالمهرجانات كنت تحكي كلمة، كنت تقول الشباب قادمون، أو هذا شعار حملتك. نعم. الشباب قادمون، وإحنا الشياب هسه بطلنا ننفع. لا يا سيدي. لا يا أبو فيصل. لا يا أبو فيصل. الخير البركة. بس سيدي الفكرة بأنه أنا بقول بأنه إذا اجتمعت الخبرات مع الطاقات فإحنا ممكن نوصل لإشي جديد. اليوم الشباب ما بننكر إنه أنت اليوم، أنا نفسي بطلع على يكون في طفل عمره 6-7 سنوات هو أشطر مني على الآيباد وعلى التلفونات وعلى الكمبيوترات وعلى كذا وكذا. اليوم الشباب لهم نظرة جديدة، اليوم الشباب في لهم رؤى جديدة، اليوم الشباب في عندهم طرق جديدة. وترى يعني فكرة الشباب اليوم، إحنا لما نيجي نقول الشباب، الشباب هم شو؟ الشباب اللي هم فعلا شافوا أشياء يمكن اللي بتحكي عنهم شياب ما شافوها. إحنا شفنا وقت بلشت الدنيا وشفنا وقت ما بلشت الدنيا تضيق فينا، يعني شفنا التطور وشفنا التعب وشفنا الإرهاق وشفنا البطالة وشفنا العزوف عن الزواج وشفنا الفقر وشفنا فواتير الكهرباء وشفنا فواتير ما، هاي الأشياء إحنا كلنا شفناها. فاليوم أنا بقول الشباب قادمون، الفكرة مش بغياث إنه يوصل، الفكرة بإنه أي شاب موجود في مملكتنا لازم نوصله، لأنه الشباب اليوم صار لازم يكون إلهم دور ويكون في إلهم طرق جديدة. اليوم الشباب شيء جدا مهم، ما واحد بيقدر ينكر بانه والله اليوم الشباب بنقدر احنا نستثنيهم. طب انا اليوم اذا والله الشخص اللي قاعد بوصل لمجلس النواب بعد ما صار 6-7 مناصب وراهم ووصل لمجلس النواب، بدك تقنعني بانه هذا ممكن يسال بواحد عاطل عن العمل، ولا واحد قاعد بترهقه المصاريف البيت ولا مصاريف الاولاد ولا مصاريف المدارس؟ مستحيل مستحيل، هذا الشيء لا يمكن. اما اليوم اذا انت بتجيب شاب عايش من الواقع، انا درست ببلدي وعشت ببلدي وعشت بين الجمعيات الخيريه وعشت بين الناس اللي هي فعلا، انا دائما بقول مش الناس اللي بحاجتنا، الناس اللي لهم حق علينا، هذول الناس اللي احنا عشنا بيناتهم وهذول الناس اللي احنا شفناهم. انا بقول الشباب قادمون، لانه حتى اذا غياث وصل بده يكون في لقاءات مع الشباب وبده يكون في. لا وضح لي حلوه. دقيقه الناس اللي مش بحاجه، الناس اللي حقهم علينا. نعم. عجبتني بيت الشعر هذا، عيد لي اياه. في شغلتين، في واحد قاعد بوصل بعد ما مر ب6-7 مناصب وجاي يوصل لمجلس النواب، هل تعتقد بانه هذا الشخص ممكن يحس بواحد عاطل عن العمل؟ انت بدك تقنعني انه في كثير من الوجوه واحنا بنعرفها وانت بتعرفها والناس كلها بتعرفها، الناس مش غشيمة، اليوم الناس واعي والناس صاحية. بدك تقنعني انه هذا بيوم من الايام شغل سيارته وسحب حاله وراح على مناطق الناس ما بتعرف فيها رغيف الخبز، هذا وصله؟ والله ما وصله، والله ما شافهم، انا بحلف عنهم والله ما شافهم. انت اليوم اذا بتجيب واحد واعي وشايف وعاش هون وشاف هون، هذا اللي ممكن يوصل رساله. وهذول الناس انا ما بقول ناس محتاجه، هذول ناس لهم حق علينا، هذول الناس احنا اللي بنتشرف بخدمتهم، هذول ناس هم الله سخرهم يكونوا موجودين عشان انا اخدمهم. والفكره مش هذا فضل من عند غياث، لا، هذا ربنا استخدمني، عشان هيك احنا بنقول الله يا رب تستخدمنا ولا تستبدلنا، هذا شرف الله شرفني فيه. وحتى احنا متطوعين والشباب اللي موجودين سواء بالجمعيه ولا سواء بالافرقه التطوعيه هم عارفين هذا الحكي، دائما بيقول والله العظيم لما نيجي نروح بنقول اليوم انجزنا، اليوم قدمنا. هذول اللي بيعرفوا شو مشاكل الناس، هذول هم اللي بيعرفوا كيف يوصلوا الرساله، هذول اللي فعلا بتيجي بتقول انت الشباب قادمون. شو معنى الشباب قادمون؟
طيب. مش الغياب قادم، الشباب قادمون. طيب. اليوم بدك تكون صوت لهذول الشباب. طيب الناس اللي بتقول انه هو ما حكاش عليك انت، هذا كان حكي علي انا الموضوع. نعم. استغلال العاطفة الدينية ومش عارف ايش كلام، هذا كلام يعني لا يساوي شيء وليس له اعتبار. لكن الناس اللي بتقول انه غياث يريد انه يعني يستخدم العاطفة الدينية، ولذلك هو عمل مهرجان ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، شو نقول لهم؟ يعني لازم كان أسوي شو أسوي؟ يعني سيدي عاد اسمع، هم أسووا زي اللي قال فلان مش بصلي على النبي، يعني أنا بدي أجاوب، يعني واحد يقول اللهم صلي على سيدنا محمد وجاي ابن يقول اللهم صلي على سيدنا النبي، وانت ليش زعلان؟ يعني عن جد احنا بنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنقول على محبه النبي بتجمعنا، ويا اخوان صلوا على رسول الله، وهذا بقول لك ليش انت يعني تصلوا على النبي، يعني في ناس مش مصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لا انا والله في عندي سؤال مهم، لما يجي واحد بيقول لك اليوم يعني يا اخي هاي ابوك جرب النيابه وشو بيطلع بيد النائب يسوي، يعني النائب يا اخي شو طالع بيد النائب يسوي، وانت لحالك راح تكون في مجلس النواب، او انت يعني عضو في مجلس النواب، والنظره هاي اللي انت ما راح تقدر تغير، هذول اللي حاب نحكي معهم. نعم سيدي، اول شيء بموضوع المهرجان، احنا الناس ثقافات، وفكره المهرجان احنا باي مكان بنقدر نستغله بذكر سيدنا النبي احنا راح نستغله، هذا رقم واحد. رقم اثنين، شو في مكان أحسن من إنه نقول اللهم صل على سيدنا محمد فيه؟ شو في مكان أحلى من إنه نذكر ونمدح سيدنا النبي؟ يعني أنا ما بعرف هذا الإشي، يعني هل يعقل أو هل تتوقع بأنه والله غياث محمد نوح جاي ينزل على الانتخابات، ولا وين مكان سيد عندي جمعة؟ عن شو بدي أسولف؟ عن شو أروح أجيب مطرب؟ أروح أجيب واحد يرقص؟ أروح أجيب واحد يقعد يهز؟ شو أجيب له؟ واحد بذكر سيدنا النبي بتقول له غلطان، واحد بيقول لا اله الا الله. اي هاشم غلطان. قاعد يضحك، هاشم قاعد يضحك لما قلت اجيب يعني مطرب، يعني أنا هاشم مش راكب معه. انا مش عارف يعني الفكره بانه هل انه بس الفكره ننتقد، ولا الفكره فعلا انه في نقد يوصل لنا نتيجه؟ اذا في نقد يوصل لنا نتيجه الله محييه، لكن بداية السؤال، هل يعقل انك تنتقد واحد قال اللهم صل على سيدنا محمد؟ يعني مش فاهم وين مخك لما انت حكيتها، او لما فكرت انك تحكيها. واحد بيقول اللهم صل على سيدنا محمد، يعني هل انت بتكون فخور وسعيد من جواتك اذا انا جبت لك مطرب وصار في هز وصار في ريس؟ حتى في ناس صار يقولوا انه والله حتى المهرجان كان مختلط، مهرجان كان فيه 5,000-6,000 واحد، كل واحد بده يقعد جمرته واولاده يذكر سيدنا النبي ويذكر ربنا، وين اقعدهم؟ واحد جاي هو عيلته، بعدين ما اجوا الناس، يعني ما في واحد، انا مش عامل مول، يعني مش فاتح دكان انه واحد جاي يقعد هنا الرجال هنا النساء، واحد جاب مرته واولاده راحوا قعدوا جنب بعض وذكروا سيدنا النبي وسمعوا هالاناشيد الحلوه وسمعوا الخطابات اللي قاعده بتحكي عن خدمه ديننا وخدمه بلدنا. فسيدي هو الفكره، انا بحكي لك شغله، اول شيء عددنا بالمملكه قديش؟ وكم واحد اللي انتقد؟ إلا ما يطلع 10-20-30-100 بده ينتقد. إذا كان على أيام سيدنا النبي كان في مين يجي يوقف قباله؟ هو نبي من عند ربنا. لا أنا بيهمني كمان، حتى لو كان عدد قليل، أنا بيهمني كمان أوضح الصورة للناس المحبة، للناس المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام، للناس اللي مأيدين لفكرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، للناس اللي بتأيد انه في كل تجمعاتنا ولقاءاتنا يكون ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني انا عجبتني كلمتك لما قلت انه الناس ثقافات، لا ننتقد بعضنا، يعني في واحد مثلا بيسوي مهرجان بيعمل دبكة، في واحد بيسوي مهرجان بيجيب مناسف، في واحد بيسوي مهرجان بيعمل دحية، في واحد
فلكلورات. لكن بدي اسال سؤال، يعني حلوه كلمه انه هاي الناس ثقافات، بمعنى هنالك تنوع في الثقافات، تعدد في الثقافات، تشكل بالثقافات، ما حد بينكر على الثاني، لكن كل الثقافات اللي في بلدنا ونحترمها ونقدرها طبعا، لكن كلها يجمعها حب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بدي أنا عندك جواب على السؤال الثاني. السؤال الثاني إنه ماذا من الممكن إنك تصنع أنت في مجلس النواب؟ هات أسمع منك، وأنت لحالك وأبوك جاب لك قبلك جرب. سيدي أنا لما حكيت بأنه أول شيء لن يكون هنالك أي وعود، عشان إحنا لما نيجي بدنا نحل مشكلة لازم الواحد يكون صريح مع حاله ويكون هو عارف شو اللي قدامه. اليوم أنا إذا جيت بدي أطلق مليون ألف وعد تقدر أنت توعده، لكن هل يمكن تطبيقه؟ عشان هيك أنا اكتفيت بكلمة الشباب قادمون، لأنه أنا في عندي فكرة بأنه إذا إحنا وصلنا لمجلس النواب والناس اليوم الدور على الناس مش على النائب، لا تحط برقبة النائب، حط برقبة الناس. الناس اليوم أنتوا الدور عليكم بأنكم توصل من يستحق ومن يؤتمن على مصالح هاي الناس لمجلس النواب. أميت ما دخلنا على مجلس النواب وكان الأغلبية من الناس اللي إحنا بنفتخر فيهم واللي بنؤتمنهم على مصالحنا واللي عندهم مخافة ربنا واللي الناس اللي بتعرف شو يعني حلال وشو يعني حرام وبتعرف شو يعني صح وغلط وبتعرف شو يعني إني أنا ما بيع بلدي، بتعرف شو يعني أنا ما بيع الناس اللي انتخبتني، بتعرف شو يعني أنا اليوم صار لازم أوقف بجنب بلدي، وبتعرف شو يعني بأنه جلال سيدي قاعد بيطالب بالإصلاح، وبتعرف شو يعني المبادرات اللي أطلقها سمو ولي العهد، وبتعرف شو يعني أنه إحنا اليوم صار لازم نوقف جنب بعض، وبتعرف شو يعني المشاكل اللي قاعدة بتحيط ببلدنا، وبتعرف شو يعني في ناس قاعدة بتحاول تنشر الفتنة، وبتعرف شو يعني في ناس قاعدة بتحاول تخرب، وبتعرف شو يعني في ناس بتحاول إنها تسيء. هذول الناس إذا فاتوا على مجلس النواب واجتمع الأخيار داخل مجلس النواب وكانت إلهم الكلمة الأغلبية، نقدر نحط كثير من الأشياء اللي من خلالها إحنا نبدأ بالإصلاح. اليوم أنا الفكرة كغياد، أنا إذا وصلت أنا بقول لك راح أكون صوت الشباب، راح أنا أكون عند عهدي وعند وعدي بإني أنا ما أتقدم لأي شيء ممكن يأثر على بلدي ولا على ديني. لكن أنا اليوم قاعد بطلب بأي دائرة من دوائرنا وبأي محافظة من المحافظات وبأي واحد هو بيشوف بأنه والله الدكتور محمد نوح هو مؤثر، وبيشوف بأنه غياث محمد نوح هو إنسان صادق، وبيشوف بأنه هذول الناس فيهم الخير، أنا قاعد بطلب منك أنك تحرك وروح شوف مين في إنسان يستحق ووصله لمجلس النواب وساعده أنه يوصل لمجلس النواب، عشان إحنا نقدر نخدم فكرة بأنه صار لازم أنه إحنا نتحرك ونوقف بظهر كل واحد بسعى لخدمة دينه وبلده. هذا الفكرة اللي أنا قاعد بحكي فيها. لا توصلني لحالك غياث، لا توصلني لحالك غياث، وصل كل واحد يستحق. كثير في ناس، وأنا بعرف هذا الحكي، بأنه في كثير ناس بيقول لك أنا بالدائرة الثانية، وبيكونوا من ناسنا ومن معارفنا ومن أصدقائنا ومن ناس بيننا وبينهم خبز وملح. بقول له بالله عليك تشوف مين في واحد يستحق عندك بالمكان اللي أنت فيه بتصوت، وروح صوت له يا أخي بلا من هالساعة زمن، روح صوت له تمام، لعل وعسى انه احنا نحط ايدينا بايدين بعض نقدر احنا نغير. وانا بقول لك اياها والله، لو غياث وصل وكان عنده مليون هدف ومليون وعد ومليون شغل براسه ناوي يعملها، اذا ما لقيت مين يساعدني ويعاونني ما راح اقدر اسوي لك اشي. راح تقلب انت عباره عن نائب خدمات، روح زفت لي شارع وروح وصل لي ميه وروح وصل لي كهرباء. وهذا مش الاشي اللي احنا بنسعى له. انا ما بقول انه ما راح اخدم الناس، لا، خدمة الناس واجبة، ولكن اللي قاعد بحكي فيه بانه النائب هو ممكن انه يقدم الرقابة والتشريع، من هون ببلش الاصلاح. وبعد ذلك اذا كان في شيء انت بتقدر تخدم فيه الناس، هذا الاشي احنا بنتشرف فيه. ولكن انا قاعد بقول عن منهج، عن 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 دائرة كاملة عشان انا اقدر انهض بالاصلاح. لازم يكون في عندي ناس بتعرف شو يعني أنا ما ببيع بلدي، أنا ما ببيع بلدي. هذا الإشي اللي بدنا نحاول نوصله، بأنه يا رجل أنت اليوم مؤتمن على صوتك، حاول وصل معاي الأشخاص اللي هي بتستحق لمجلس النواب، من هون نقدر نبلش. أما اليوم بكرة طب ولا هم أنا نائب من بين عدد هذا النواب، أنا شو طيب أستفيد بهاي الحالة؟ طيب اللي في بعض الناس بيقول لك بانه يعني النائب لازم يكون مطلع على
قانون الضمان الاجتماعي ومطلع على قانون ضريبة الدخل ومطلع على قانون التقاعد ومطلع على قانون وعلى وكذا وعلى كذا وعلى كذا. والنواب الموجودين حاليا أو اللي احنا ننتخبهم يعني احنا ما بنعرف قديش مدى اطلاعهم على هاي القوانين. فأنا ما راح انتخب لأنه أنا أصلا ما فيش يعني نائب عنده هذا الاطلاع على كل هاي القوانين بحيث أنا أقدر أوكله، أو خبرتهم ضعيفة، أو أنت بتقول انتخبوا الشباب، طيب الشباب لسه ما عندهم هاي الخبرة اللي تأهلهم أنه بكرة يناقش قانون زي قانون الضمان الاجتماعي، أو بكرة قانون ضريبة الدخل، أو قانون ضريبة المبيعات إلى غير ذلك. وأنتوا هذول الشباب يا أخي لسه أنتوا صغار على فهم هاي القوانين، شو تقول؟ سيدي موضوع القوانين اللي انت بتتفضلت فيها، هذا ما هو لازم هو اللي بيسأل هذا السؤال لازم يكون عنده دراية شو معنى مجلس النواب، لازم يكون في عنده فهم لمجلس النواب قبل ما يسأل هذا السؤال. هذا السؤال مش غلط، ولكن اللي قاعد بحكي فيه انك انت اليوم مش اي سؤال يطرح على النائب، ترى النائب مش موسوعة، هو مش ديكشنري وماشي بالشارع. اليوم انت عشان تسأل اي سؤال لازم تكون واعي وصاحي للسؤال اللي انت قاعد بتسأله. ولكن جواب هذا الموضوع بأنه اليوم أنت في عندك كثير من القوانين، هاي القوانين تسن وتشرع من خلال مجلس النواب. مجلس النواب لما أنت تدخله، مجلس النواب بتكون من مجموعة من الدوائر ومجموعة من المنظمات. اليوم أنت لما تيجي تفوت على سبيل المثال، أنت دخلت داخل دائرة السياسة، أو دخلت داخل دائرة مثلاً الاجتماع، أو دخلت داخل دائرة القوانين، أو دخلت داخل قصدك اللجان، قصدك نعم اللجان النيابية. نعم اللجان، لكن أنا أحاول أن أبسط الكلام. تمام، اليوم أنت دخلت داخل أي لجنة من اللجان، ما في إشي اسمه أنا لازم أكون مطلع على ضريبة المبيعات بشكل كامل، مستحيل. ولا أنا بقدر أكون مطلع على كل القوانين داخل مجلس النواب. القوانين في مجلس النواب قبل ما يتم التصويت عليها أو قبل ما يتم الكلام فيها أو المناقشة فيها، بتم توزيع القانون على النائب قبل بوقت، بحيث أنه النائب يقدر بأنه يدرس هذا القانون، هل هذا القانون يصلح بأنه إحنا نصوت عليه ولا ما نصوت عليه. لانه ما في، هو الفكره مش الو مرحبا كيفكم، يلا اليوم في جلسه، رحنا على هالجلسه، شوفي والله نغير ضريبه، ما بظن مش شكل في الشغل. الشغل بيصير بانه بتوزع عليك، بيقول لك الجلسه الجاي بدنا نحكي بواحد اثنين ثلاث، بيروح النائب بيشوف الناس اللي بتفهم حواليه في الضريبه، بيروح بيشوف الناس اللي بتفهم بكذا، وبيشاور وبينحكى بهذا الموضوع. حتى مجلس النواب هو غير قادر على انه هو يدرس كل القوانين، وعلما انه في لجان قانونيه فممكن يستخدموا ويستشيروا لجان من برا مجلس النواب. وهذا الكلام كمان برضو موجود في رئاسه الوزراء، في كثير من الاوقات بيتم الحاق مجموعه من الناس اللي هم عندهم درايه وخبره ودارسين هذا الموضوع بحيث يعطوا راي قانوني بتمشي عليه رئاسه الوزراء او مجلس النواب. فهو النائب لما يجي يفوت هو مش شرط يكون مطلع على كل قوانين المملكة الأردنية الهاشمية، وهو عبارة عن مخ وعبارة عن لا مش هيك اللي بصير. فإحنا قبل ما نسأل السؤال لازم يكون عندنا وعي، تمام، في مجلس النواب شو هو مجلس النواب، كيف بيشتغل، شو آلية مجلس النواب. مش والله أنا اليوم إذا بدي أجيب نائب، إذا أنا طب أسأل سؤال، إذا أنا بفهم بضريبة المبيعات معناته هيك خلاص كل الأمور تمام؟ طب ما هو في مليون قانون إحنا لازم نحكي فيه. لكن كل قانون يناقش في وقته وبيتم دراسة مسبقة عشان إحنا نقدر إنه هذا القانون نمشي فيه ولا ما نمشيش فيه، نغيره ولا ما نغيره. والله تبارك الرحمن، هذا اللي بتحكي فيه صح، هو القوانين توزع قبل فترة من الجلسة حسب جدول أعمالها، ويتم فعلا مناقشتها ويتم التحاور في لجنة قانونية، وبيقدر النائب يراجع أصحاب الاختصاص ويراجع فيها الجهات اللي عندهم معرفة فيها، مالية إذا كانت مالية، إذا كانت قانونية. حتى أحيانا كان يبعثوا استشارات مثلا إلى دائرة الإفتاء العام، صحيح. وأحيانا نعم صدقت يعني يستضاف خبير، مثلا لما صار في موضوع الطاقة النووية وكذا، استضافوا معالي
رئيس الهيئة الطاقة النووية طوقان. نعم. أظن أمية طوقان على ما المهم يعني استضافوا معالي وشرح عن هذا الموضوع. لما بيكون في شيء تعلق في الموازنة أيضا يستضاف من دائرة الموازنة العامة من وزارة المالية فهو صح. فهذا بس لأنه جوابك كثير طيب على موضوع أنه في ناس بيقول لك أنتوا بتدعوا للشباب والشباب قادمون. طيب الشباب ما عنده هذيك الخبرة لتشريع القوانين أو للاعتراض على القوانين أو تعديل القوانين. فجوابك شباب والله العظيم لا ما شاء الله عليك. كان جدك الشيخ نوح الله يرحمه يحضر برنامج إلي أنا والدكتور سليم. دكتور سليم طبعا الله يمسيه بالخيرات والمسرات وبأنوار سيدنا النبي والجميع الحاضرين طبعا. فكان يقدم برنامج أنا أكون فيه ضيف على قناة اسمها قناة نورمينا. فيحضر البرنامج جدك الشيخ نوح فيقول لي هذا الرجل حافظ درسه. وعندنا احنا مصطلح حافظ درسه يعني فهمان صح. فانت تبارك الرحمن يعني انت فاهم درسك كويس وان شاء الله ربنا يكتب لك التوفيق. انا بدي اخذ منك كلمة يعني اخيرة عشان ما نطول على الناس. ناخذ منك كلمة للانتخابات لبكرة. هات اتحف سيدي. بالنسبة للانتخابات بكرة انا بقول بانه احنا في عنا فرصة نقتنسها الاربع سنوات جاية علينا. بكرة الله بعيننا ساعة زمن. بكرة من 7 الصبح للساعة 7 المساء. هذا الوقت اللي انت بتقدر انك تقدم لبلدك وتقدم لدينك. الاربع سنوات الجاية علينا كلنا بنعرف انهم مش سهلات. اليوم انت بدورك كمواطن لك حق بالتصويت انك انت تتحرك تتجه الى اماكن الاقتراع الخاصة فيك. كل واحد راح يوصل بيبعث اول شيء مسج برقم الوطني ل 944-55 بيبين له وين هو مكان مدرسته. بيفتح اللوكيشن بيحط وين مكان مدرسته بيسحب حاله بروح لهناك. لما يوصل لهناك راح يلاقيه المندوب بفوت عند صناديق الاقتراع بعطوه دفترين. في دفتر باللون الاحمر وفي دفتر باللون الاخضر. الدفتر اللي باللون الاخضر هو دفتر القوائم المحلية وبالدفتر باللون الاحمر هو القوائم الحزبية او الوطنية. الان انت فتحت على الدفتر الاخضر اللي هو غياث نازل عليه. دخلت على الدفتر الاخضر في عدة صفحات. لما تفتح الصفحة الاولى بتلاقي قائمة كذا وعليها اسماء. بتفتح على صفحة كذا وعليها قائمة وعليها اسماء. الان انا قائمتي قائمة النشامة. تفتح على اخر قائمة. هذا الحكي اللي صوته بالدائرة الثالثة. تفتح على اخر ورقة رح تلاقي قائمة النشامة رقمها 13. بتفوت بتحط صح على قائمة النشامة وبتنزل تحت رح تلاقي مجموعة من الاسماء. دخلت عند غياث حطيت صح. ونروح لعند دكتور خلدون اسحاقات الله يمسيه بالخير والاستاذ ديما الجيسي. هم لازم احط صح على قائمه النشامه. اي نعم لازم تحط صح على قائمه النشامه من فوق. لا لازم احط صح على قائمه النشامه وبتحط صح على اسم غياث جنبه وبتروح عند دكتور خلدون اسحاقات بيكون مكتوب المقعد الشركسي وبتروح لعند ديما الجيسي بيكون مكتوب الكوتة النسائيه بتحط عليهم صح لانه الكوتات إن كان شركسي ولا إن كان مقعد المرأة الكوتة النسائية هو ما بيأثر على مقعد التنافس. فأنت عندك 4 صحات. الصح الأول على اسم القائمة. الصح الثاني على اسم غياث. الصح الثالث على اسم خلدون. والصح الرابع على ديما الجيسي. الآن أنا برضو بقول بأنه ساهم بالقوائم الوطنية وساهم بالقوائم الحزبية. القوائم الحزبية ما رح تلاقي فيها أسماء. رح تلاقي فقط اسم الشخص اسم القائمة. فأنت بتحط صح فقط على اسم القائمة. الأحزاب عندهم مجموعة من الناس مترشحة للانتخابات تمام وعندهم كل واحد عنده قائمة ممكن الاطلاع عليها لكن لكثير من الأعداد اللي نازلة داخل القوائم صعب أني أذكرها الآن. لكن ساهم مشارك في القوائم الوطنية بالتصويت عليها على الدفتر الأحمر. الكلمة اللي بدي أحكيها والنصيحة اللي بدي أحكيها خذ بالأسباب توكل على ربنا وخلي الهمة عالية بأنه ممكن التغيير وممكن الإصلاح وخلينا نساهم بوصول الشباب. وأنا هذا الحكي بحكيه بأي دائرة اتوجهوا لصناديق الاقتراع وروح انتخب ناس انت بتشوف فيهم الخير.
لعل وعسى بانه ربنا ييسر امورنا بانه احنا نقدر نغير. اليوم غياث لحاله هو غير قادر على التغيير، ولكن اذا كنا احنا مجموعه ممكن انه احنا نقدر نحط ايدينا بايدين بعض ونكون فعلا في تغيير. نسال الله تعالى التوفيق لنا ولكل الشباب اللي دخلوا مجلس النواب، وكل واحد في عنده نيه لخدمه دينه وبلده. وان شاء الله بكره راح نكون انا برضه راح اكون متواجد في المدارس، وراح نلف احنا على المدارس. انا بعرف انك انت نازل على عجلون لكن باذن الله ربنا غير ييسر الامور. ان شاء الله راح اكون متواجد في المدارس، في لنا مناديب في اغلب المدارس ممكن انهم يساعدوا الناس. اي واحد بيكون في عنده مشكله بموضوع المواصلات ممكن انه يتواصل معنا، وراح ننزل احنا ارقام تلفونات ممكن يتواصل معنا واحنا نامنه بالمواصلات، ومناديبنا راح يكونوا هناك ما راح يقصروا. وأنا هون أخذت بالأسباب، ولكن بطلب من كل واحد موجود إنه لا ينساني من الدعاء، وإن شاء الله ربنا بيوفقنا وبيسر الأمور يا رب. آخر سؤال. نعم سيدي. معي؟ نعم سيدي معك. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقك، وإن شاء الله رب سبحانه وتعالى بيحقق الأمانة إليك ولكل محبينك. الله تخدم الله. دينك، تخدم بلدك، تخدم ناسك. لكن سؤال، ماذا لو لم تنجح؟ ماذا سيتغير عليك؟ شو يتغير علي؟ ما فيش شيء يتغير. إحنا حكيت لك إحنا اللي بيخدم فكرة ما بزعل، بالعكس. يعني يوم الأربعاء الساعة 9 الصبح تلاقيني مداوم وتشوف شو جدولنا بشغلنا والحياة طبيعية والأمور طبيعية. وإحنا سيدي إن شاء الله راح نظل دائما في خدمة ديننا وخدمة بلدنا ودائما بخدمة الناس اللي حوالينا، الناس اللي أنا دائما بقول إن هم مصدر سعادتنا والناس اللي هم إلهم حق علينا. الأمور طبيعية عادية جدا. لو لا سمح الله ما إنه حالفنا النجاح، الأمور طبيعية عادية. يوم الأربعاء تمام بيكون اول يوم دوام لنا، وبنرجع دواماتنا طبيعيه وعادي، ويوم الجمعه والسبت بنريح ان شاء الله انه ربنا بييسر الامور. لكن الامور سيدي طبيعيه عاديه جدا. هو انا بالنهايه هذا الموضوع التجربه لحالها هي اكبر نجاح بالنهايه، بانه صوتك يوصل بالنهايه، دعوات الناس اللي قاعده تنكتب بالنهايه. احنا دائما بنقولها معرفه الرجال مكسب، فتعرفنا على ناس وصلنا لناس احنا بنفتخر فيهم في بلدنا، وقعدنا مع ناس وسمعنا دعوات اجمل ما كان فيه. هذا اكبر من اكبر كرسي، واكبر من اكبر مقعد، واكبر من اكبر منصب. لقاء الناس اللي انت تشوف الناس قاعده بتبتسم بوجهك وبتحكي لك الكلمه الطيبه، والناس اللي بتحترمك، والشباب اللي وقفوا معاك، والناس اللي قاعده تدعي لك بالخير، الامهات اللي كنا نشوفهم هذول بركتنا. لما تشوف واحدة عمرها 70 80 سنة قاعدة بتقول لك الله يفتح عليك يما، هاي الناس اللي احنا بنقول الحمد لله رب العالمين انه احنا قدرنا نوصل. هذا اكبر نجاح. والايام جاية لسه، مشوارنا طويل، هذا مش اخر يوم. الله ان شاء الله. انا بالختام بدعو بدعاء، بقول اللهم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك تقلبهم كيفما تشاء، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ووجه قلوبنا لمن ينجينا عند الله عز وجل اختياره، وجه قلوبنا إلى من شفعتنا وخيرنا في ديننا ودنيانا، وجه قلوبنا إلى من يبرئ ذممنا إذا عرضنا عليك، فإنك القائل ستكتب شهادتهم ويسألون، فألهمنا يا مولانا أن نكتب شهادتنا لمن يسر نبيك صلى الله عليه وسلم أن نوكله، ولمن تبرأ ذممنا باختياره. وجه قلوبنا لما ينجينا عندك وما يرضينا بين يديك. اليوم إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى حقق الأمانة، أنت على غياث إنه يستخدمك في طاعته في خدمة بلدك
وخدمة الناس اللي وثقاني فيك. آمين. خدمة الناس اللي نتأمل اللي فيك خير. يا رب. ومنظل أبدا ساعة ولحظة انتخابات أو يوم الانتخابات بيعدوا بروح، لكن الثوابت عندنا في بلدنا هي التي لا نتجاوزها، ديننا ووطننا وجيشنا وسيدنا. نعم. هي الثوابت اللي ما فيها نقاش. وبالختام، اللهم يا واحد ويا أحد، يا فرد ويا صمد، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على كل شيء أن تنصر إخوتنا وتثبت أقدامهم وتخزي وتردهم على أعقابهم خاسرين مدحورين مكسورين. اللهم إنا نسألك كما ذقنا مرارة الكفر أن تذيقنا حلاوة النصر. نسألك منهم أن يشفي جرحاهم، أن يداوي مرضاهم، أن يكسي أعراض، أن يشبع جوعتهم، أن يثبت أقدامهم. فإنهم أكرمين. الهم اللي إحنا شايفينه في إخوتنا، وطبعا كل إخواني بيعذروني بعض الألفاظ التي لا نستطيع أن نتلفظ بها عشان الفيسبوك، أنتوا عارفين المواضيع بتكات علينا، فلكن مفهوم الكلام. فبرجع بقول الهم اللي إحنا بنشوفه عند إخوتنا والدمار واللي قاعد بيصير بدون ما أوصفه، وأنتوا كلكم عارفينه، أكبر من أكبر هم اليوم إحنا ممكن الواحد يشيله. الله يفرج عنا وعنهم فرجا عاجلا قريبا يا رب. اللهم آمين. هيك يا غياث، وإن شاء الله ملتقيين مرة أخيرة بعد الانتخاب. شهادة، وربنا يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. آمين. الانتخاب وكالة، وأنت شريك فيما مع من توكل، أنت شريك مع من توكل فيما وكلته به. إن خيرا فالخير لكما، وإن شرا فالشر عليكما، فانظر من توكل ليبرئ ذمتك أمام الله. الهروب من الانتخابات والمقاطعة ليست حلا، لأنك تكتم شهادتك وتجعل الآخرين يصلون إلى أماكن من الرقابة والتشريع لا يستحقونها، وسيفرضون عليك آراءهم. نقطة أخيرة، بلدنا يستحق منا الخدمة، وبلدنا يستحق منا بكرة نطلع عن جهدنا، نطلع عن حيلنا، ونوصل ساعة زمان على المكان لازم نوصل عليه، وندلي بأصواتنا. أنا بأيد غياث فيما قلته، الشباب قادمون إن شاء الله. انت اللي حاسين بالجوع، حاسين شو معنى البطالة، وحاسين شو معنى العوز، وحاسين شو معنى الحد الأدنى للأجور. انتخبوا الناس اللي لما بيحس بوجعك يسعى إلى تغييره، وإن شاء الله يا غياث إنك تكون منه. وعد شراع غياث معك راح يكون إن شاء الله في إن شاء الله إن شاء الله في عمان. رقم قائمته 13. الله يحييكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.